بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم. معاكم مستر أحمد الباشا، وإن شاء الله هنكمل مع بعض ثيم 4. ثيم 4 بعنوان Communication. كنا بدأنا في Lesson 1، طبعا في Chapter 1 في الجزء اللي فات، وقلنا إن في حاجة اسمها Force، وقسمنا الفورس لـ Push and Pull. Push يعني ادفع، يعني زق لقدام، و Pull يعني اسحب. تعالوا نكمل مع بعض هنا Lesson 2، وبيقول لي هنا ان في حاجه اسمها journaling my observation، انك تحدد او تحط الملاحظات بتاعتك. بيقول لي activity learn the effects of force then take through. قول لي على الملاحظات بتاعتك. move an object stop an object we change object direction. دي كلها اسمها effects of force. كلمه effects of force او تاثيرات القوة، القوة ممكن تأثر على حاجة بتلات أشياء. ممكن تأثر عليها إنها خليها تتحرك، ممكن تأثر عليها إنها تخليها تتوقف، وممكن تأثر عليها إنها تعمل change direction. فتعالوا نشوف كده move object. بيقول هنا force can be used to move object، إنها تحرك الأوبجكت. والforce برضو لو أنت حاجة بتتحرك ممكن توقفها. بيقول هنا force can be used to stop an object. وعندنا برضو حاجة تالتة بيقول لي force can be used to change direction. فمثلا هنا الفرامل، فبتعمل pulling the cart، طبعا دي stop. انك انت playing volleyball، هنا انت change direction، بتغير اتجاه الكرة، الكرة جاية لك بترجعها تاني ليهم. او skating on ice، انك تتزحلق على جليد، طبعا ده بيعمل ايه؟ بيعمل move. هي كلها افكار سهله بتتكلم عن ثلاث كلمات: موف وستوب وتشينج. وهنكمل مع بعض ان شاء الله في الليسن اللي جاي اكتر عن موضوع الموشن. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. كنت معاكم مستر احمد الباشا. باي باي.